مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم قصص كافيه. حلقة جديدة وضيف جديد. قصتنا اليوم مع الأستاذ محمد الخطار. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش لقائنا بفنجان قهوة سريع. تفضل. من هون لبين ما تبرد القهوة خلينا نلعب معك لعبة صغيرة، أسئلة بسيطة. جاهز؟ جاهز. يلا. قهوة سادة ولا حلوة؟ سادة. تركية ولا أمريكية؟ تركية. شوكولاتة ولا فانيلا؟ شوكولاتة. مالح ولا حلو؟ مالح. تصحى بدري ولا متأخر؟ متأخر. كتب علمية ولا رواية؟ رواية. رواية. صيف ولا شتاء؟ صيف. صيف. سفر ولا شغل؟ سفر. أها. أفلام ولا مسلسلات؟ أفلام. فريلانس ولا وظيفة؟ فريلانس. نص المليان ولا النص الفاضي؟ نص المليان. طيب أستاذ محمد، خلينا إحنا نشوف تقرير بسيط عملناه من الشارع عن موضوع حلقتنا لليوم، وإحنا خلينا نشرب قهوتنا. تفضل نشرب. إنه شخص يبدأ من الصفر حتى يوصل أعلى إشي بالنجاح. الرياضة هي إنه تعمل مشروع خاص فيك أنت لحالك، تكبره، تصير إشي منيح فيه يعني. سهل اكيد؟ لا مو سهل. في فكره براسه بده يوصلها او هدف حابب يوصل له، راح يوصل له بغض النظر عن الظروف، بس ضروري يشتغل على حاله، لانه كل حدا بيقدر يعني يعمل مشروع خاص يتعب عليه، مش شرط المكان. بتخيل انه راس المال اكثر شيء، تعداد سكاني كبير، يعني من التسويق من هاي الشغلات. اذا كان تسويقه ناجح لاي مشروع ان شاء الله بيكون له نجاح. انه ما عندنا فرص عمل. اول سؤال بيحكي تعرفنا عن حالك اكثر، عن حياتك الشخصيه، وشو حابب اليوم توصل او لاي مكان انت اليوم حاب توصل. محمد خطار، 26 سنه، مواليد محافظه مادبه وعشت بمحافظه مادبه. لوين بدي اوصل؟ بصراحه بدي خلينا نحكي ابني إشي بالمجتمع، يفيد المجتمع بطريقه ايجابيه. بدنا نروح شوي لأسئلة يعني فيها شوية مشاعر زيادة. أسوأ لحظة في حياة محمد خطار شو ممكن تكون؟ هو حدا كثير كنت بحبه فقدته، وهي كانت جدتي طبعا. بس يعني أنا بتصور إنها كانت أوكي نقطة ضعف، ولكن بالنسبة لي كانت نقطة قوة، إني ممكن الواحد يقدر يكمل حياته. أوكي ممكن تفقد إشي بالحياة هو إشي كثير عزيز عليك، ولكن تقدر تكمل حياتك بمصدر قوة. أكيد بنتمنى لها الرحمة، الله يرحمها. طيب نروح لأسعد لحظة في حياة محمد الخطار. أسعد لحظة كانت لما بال 2020 لما أنجزت مشروع اللي كان شخصي، وهو أصلاً كان يصنف ضمن الريادة المجتمعية. فوقت الانطلاقة كانت كثير مهمة بالنسبة لي، وكانت أسعد لحظة بصراحة. وهذا الشيء كمان تكرر قبل 20 يوم اللي هي التوسعة اللي صارت للمشروع. جميل جميل. طيب أستاذ محمد، في حياتنا كلياتنا عندنا نقاط ضعف وبعض المخاوف، شو أكبر مخاوفك لليوم؟ أكبر المخاوف أنه ممكن أفقد الشغف بالحياة أو الأمل بالحياة، وهذا الشيء أصلاً جداً مهم بحياة الشخص. والنقطة الأهم كمان أنه الواحد أو أنا كشخص بخاف أني أفقد، خلينا نحكي كمشروع اللي عملته، انه ممكن يوصل لمرحله من المراحل انه ما نقدر نكمل فيه. خبرني اكثر، كيف بدايه المشروع وشو قصه هالمشروع؟ اول شيء احنا بدايتنا كانت بال 2019، حضينا بمكان هو يعتبر مكان تاريخي ومهم بالمنطقه وضمن المسار الاثري. ولما نحكي ضمن المسار الأثري إحنا عم نحكي عن مسار أثري عالمي، هو موجود على مستوى العالم كامل. المكان عمره 150 سنة، أنشئ أصلاً من شخص هو كان كبير، خلينا نحكي عشيرة العزيزات بمحافظة مادبة. انبنى على بالحقبة العثمانية. جينا إحنا بنهاية 2019 بلشنا ترميم بالمكان. طبعاً بلشنا بالجزء الأول، هو كان عبارة عن خان كانوا بيحفظوا فيه الحبوب، القمح أو الشعير، هاي بتقعد لسنوات بيستخدموها كغذاء لهم. رممنا المكان ب 13/2/2020، قدرنا إنه إحنا نفتتح
جزء من المكان ونقدر نستقبل رواد. فكرتنا بالمشروع كانت انه احنا نأسس مكان او لوكيشن بمادبة، كان لنا هدفين اساسيات. الهدف الاساسي احياء التراث المجتمعي بالمنطقة وإعادة ترميم هاي المباني واستغلالها بالطريقة الصحيحة. والنقطة الثانية والأهم هي أنه إحنا كان هدفنا دعم الطالبات تعليمياً بالمجتمع وتمكينهم تعليمياً. والحمد لله خلال الثلاث سنوات السابقة قدرنا نغطي 14 طالبة. هذول الطالبات حتى يعني قبل 20 يوم قدرنا إحنا نوفر لهم فرص عمل بنفس المشروع تاعنا. وفرص العمل هاي بلشت أنه إحنا عملنا توسعة بالطوابق العلوية. الطابقة العلوية بتحتوي على قصر عمره 150 سنة، هو متعدد الأفكار، بيحتوي على مكتبة تقريباً بتحتوي على 2500 كتاب، بيحتوي على متحف بيدخلك من 1895 لما توصل 2022 وانت داخل هذا المتحف. النقطة الثالثة عم بنأسس وبننشئ موقع من ضمن المكان تاع المشروع تاعنا لدعم المشاريع الناشئة، بيكون موجود زي بوثات. هاي البوثات ممكن الشخص إذا عنده حرفة معينة أو مهنة معينة بينتج إشي معين بنفس الموقع وبيعرضها على الرواد اللي هم الأجانب أو العرب. بالتوفيق إن شاء الله. طيب أستاذ خطار، زي ما بنعرف أي مشروع وأي بداية مشروع لازم يواجه صعوبات، لابد من مواجهة الصعوبات. خبرني أكثر عن الصعوبات اللي واجهها خطار في بداية مشروع. أول تحدي هو كان إحنا حصلنا على فند. الفند كان مش كثير كبير، كان تقريبا الفند كان بس 2000 دينار. يعني أنت لما تحكي 2000 دينار على مشروع كثير ضخم ولا شيء بالنسبة له. قعدنا تقريبا فترة ترميم للجزء الأول 3 أشهر. ما بعرف كيف الألفين دينار صاروا 47,000 لما قدرنا نفتح الباب ونحكي للناس تفضلوا. فعليا فترتها أنا كنت خلينا نحكي ما كان عندي وظيفة أو إني أقدر أأمن هذا المبلغ. التحدي الثاني كان والأصعب، بعد افتتاحنا ب 27 يوم إجت خلينا نحكي موجة كورونا الأولى. كانت هذا التحدي لحاله كان كثير كبير، ولكن كنا احنا بنتبع سياسة معينة اللي هي بنضيف عادة لكل سنة 3 خطط، خطة الطوارئ. اللي احنا خلينا نحكي الإيراد اللي كان بيجينا بشكل يومي كان بيطلع جزء كنا بنحطه هذا، انه هذا بحالة الطوارئ إذا صار معنا شيء معين عشان الاستمرارية نقدر نغطي الالتزامات اللي وقعنا فيها احنا. والحمد لله يعني قدرنا نوصل انه نضل يعني كاستدامة 3 سنوات، وغير هيك كمان بعد 3 سنوات احنا وسعنا كمان الجزء اللي هو الاكبر 70% اللي ظلت 3 سنوات مغلقة من المبنى وقدرنا نرممها. ما شاء الله عليكم. طيب احنا دائما بنحتاج بهالحياة دافع او حافز باي شيء ممكن نعمله في حياتنا او اي خطوة ممكن نقبل عليها. شو كان دافع خطار او الحافز اللي خلاه يكمل هالمشروع؟ انا حاب ادعم مادبة شوي مهمشة خلينا نحكي سياحيا واقتصاديا عن باقي كثير محافظات بالمنطقة هون أو بالأردن تحديداً. هذا الإشي كان هدف أول. الهدف الثاني أنا كنت حاب أنه تاريخ أجدادنا بدنا نحييه، بدنا نفرج الأجيال القادمة أنه لا إحنا في إنا ماضي كان كثير منيح. فهاي هذا هو الحافز الموجود عندي. صحيح، هو أكيد إرث إحنا بنفتخر فيه. طيب بدي تخبرني أكثر، مين كان أكثر حدا داعم لإلك في هالمشروع؟ الدرجة الأولى أهلي وأصدقائي بصراحة. يعني كانوا مرات إنهم بيجوا خلص، يعني بنقعد لفترات طويلة بنشتغل بالمكان، يعني بننحت في الحجر أو بنطلع بأفكار معينة. هذول كانوا داعمين إلي بطريقة جدا مهمة بصراحة. ويعني وخلنا نحكي المكان انبنى على الأصدقاء وانبنى على الأهل. يعني على مستوى الرواد يعني بالفترة الأولى المكان ما كان يعني خلنا نحكي بيلاقي هالرواج بالطريقة اللي إحنا وصلنا لها حالياً، بس كان أغلب أصدقائي مثلاً يبدوا إنهم لا بدنا نروح نقعد عند محمد، بدنا ندعم محمد، بدنا نطلب أي إشي من عند محمد عشان تطلع الفاتورة عالية عنا. فكان هذا الإشي لا يعني خلال نستمر، والحمد لله يعني أنا بشكرهم شخص شخص ولكل حدا كان داعم لي بالطريقة هاي. أكيد أكيد، الله يخلي لك إياهم. طيب بدنا نحكي أكثر عن الفئات اللي مستفيدة من المشروع. مين أكثر فئات خلينا نحكي كانت مستفيدة من هذا المشروع؟ النقطة الأولى الفتيات وفئات الشباب تحديداً. بصراحة كمان هدفنا إنه إحنا ندعم الفتيات. خلينا نحكي في نسبة كثير كبيرة من الفتيات متعثرات مادياً، مش قادرين يكملوا تعليمهم درجة أولى.
واحنا بنعرف التعليم هو جدا مهم خصوصا للفتاة. الفتاة هي ركن أساسي مهم بالمجتمع، هي الحد اللي بينشئ أو بيبني المجتمع على مستوى الطفل. يعني إحنا وإحنا أطفال، يعني أنا بتذكر أمهاتنا يعني كان يعني عليهم مسؤولية كانت كثير كبيرة بشخصيتي أنا أو بتربيتي أو بالإيش اللي أنا وصلت له. فأنا الفكرة إنه إحنا لا بدنا ندعم الفتاة تعليمياً ونمكنها تعليمياً عشان نقدر نفيد المجتمع بالمستقبل. فكانت هاي الفكرة المهمة. أستاذ خطار، كل واحد بخطو خطوة في هالحياة أو بيبدأ في مشروع معين بيمر في تجارب وقصص مختلفة بتمر عليه، خبرني قصة إيجابية حصلت معك أثناء يعني خلينا نحكي تأسيسك للمشروع أو خلال الرحلة. إحنا خلال فترة كورونا واجهنا تحديات كانت كثير صعبة. بفترة من الفترات إنه خلص بعد 6 أشهر وصلنا لمرحلة إنه إحنا كنا بدنا نفقد المكان بصراحة. فتواصلت مع صاحب المكان بحكي له عمو خلص انه انا جاي بدي يعني افسخ العقد وخلص ما بدي اكمل. وبيحكي لي ليش؟ قلت له 1 2 3. وبيحكي لي عمو انا لو اجيب 100 حدا من برا ما راح يحافظ على تاريخ المكان وعظمه المكان بالطريقه اللي انتم محافظين عليها. فانا لو اقعد 100 سنه ما اخذ منكم فلوس، انا زلمه بدي ادعمكم، فانا ما بدي اياكم تطلعوا. فيعني حتى هو صار انه يتمسك في اني اظل ما موجود بالمكان، ولسه في ناس بتدعم بطريقة أوكي ممكن مش مباشرة، ولكن أنا بدعمك أنت لما أشوفك شاب مثابر وقاعد بتدور أنك تساعد بالمجتمع. لا، ربنا بيسخر لك ناس بتدعمك بطريقة يعني ما بنعرف كيف. أكيد أكيد. اليوم خطار وين بيشوف المشروع؟ خلينا على فرض نقول بعد 5 سنين وين بتشوف المشروع ممكن يوصل؟ في المشروع تاعي راح يكون ترند أول شيء بمادبة. النقطة الثانية راح يكون ركن أساسي بالمنطقة تاريخياً واجتماعياً. لما نحكي تاريخياً، إحنا أحيينا تاريخ المنطقة بطريقة صحيحة، تفردنا خلينا نحكي أو الأفكار اللي كنا حاطينها وصلت بالطريقة الصحيحة اللي كنا بلشنا فيها من البداية. مجتمعياً إنه إحنا قدرنا نخدم عدد أكبر من الفتيات، وبتصور إحنا حاطين لحالنا خطة خلال ال5 سنوات الأولى أنه نقدر نحقق ما بين 70 إلى 90 فتاة متعثرات مادياً، ونقدر نوفر فرص عمل ما بين اللي هو خلينا نحكي 25 إلى 30 فرصة عمل. فأنت بتحكي لما تحكي 30 فرصة عمل بمادبة، فهون أنت قاعد بتحكي عن مشروع كثير ضخم بصراحة. أنت لأنه إحنا يعني أكثر مشروع ممكن أنه موجود فيه 10 موظفين بالمنطقة، يعني أنت لما تحكي 30 موظف قاعد تحكي عن إشي كثير كبير، وإن شاء الله إنه إحنا نقدر نوصل. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، دائماً نتمنى لكم التوفيق. أستاذ خطار، لو طلبت منك تلخص لي هالتجربة خلال هال4 سنين أو 3 سنين اللي بلشت فيها المشروع، شو أعظم التجارب أو شو أفضل التجارب اللي أنت مريت فيها؟ التجربة الأولى إني أنا بنيت قاعدة اجتماعية جداً منيحة، هاي النقطة الأولى وجداً مهمة هاي. النقطة الثانية يمكن أنا حكيتها ببداية المقابلة، إنه إحنا بلشنا بس ب2000 دينار، خلال 3 سنوات يعني قدرنا نأمن 47,000 ونأسس المشروع. فدائما مش رأس المال مش كل إشي. أنا بقدر أسس مشروع إذا أنا فكرت صح، خططت صح، نفذت صح. فدائما يعني أنا بهاي الفكرة بحب أوصلها للشباب، إنه ما تأخذ فكرة إنه لازم يكون معي مبلغ كبير أو لازم أكون أنا معي فلوس عشان أسس مشروع عشان أنجح في حياتي عشان أوصل بحياتي عشان أخدم مجتمعي. أستاذ محمد، أنت بلشت مشروعك وأنت في عمر الشباب، شو في نصيحة ممكن توجهها لفئة الشباب اللي حابين يفتحوا مشاريعهم؟ النصيحة هي بصراحة النقطة الأولى دائما حاول أنك تأسس إشي يخليك حدا ناجح بالمجتمع. والنقطة الأهم، أنا لما أسس مشروع أو إشي ريادي أنا ما أعتمد على الوظيفة، ولكن أنا خلي جانب من هذا خلينا نحكي المشروع او هاي الفكره انها تخدم المجتمع بطريقه، شوف وين في قضيه معينه ممكن ان انا اساهم بحلها. اذا كل حدا تبع هاي الفكره احنا بصراحه ظل عندنا مشاكل بسيطه وخلينا نحكي سطحيه. استاذ خطار، في عندنا لعبه صغيره بسيطه حابين نختم فيها حلقتنا.
راح أخيرك بين هذول الأربع ألوان، كل لون فيهم بيحمل صفات معينة حتى نعرف فيها أكثر عن شخصيتك القيادية. تفضل اختار. خلاص هختار أخضر لأني بحبه كثير. بتحب الأخضر. طيب راح أخبرك أكثر عن صفات اللي بيختاروا اللون الأخضر. اللون الأخضر مرتاح، مهتم بالآخرين، صبور، محب للمشاركة، مشجع للفريق. وإنت من الشخصيات القيادية اللي بتحب تعمل الشغل بشكل متناغم. قد ايه هالصفات بتنطبق عليك؟ بصراحة في كثير صفات ذكرتها. اها جميل. أستاذ خطار للأمان اللقاء معك لا يمل مهما شكراً. طال، تشرفنا فيك في حلقتنا لليوم، قصتك شكراً جدا شكراً. جميلة وملهمة، أكيد راح يكون في إلنا لقاءات قادمة. إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة الجميلة بصراحة. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، قصة كانت جميلة ومميزة مع ضيف مثابر وملهم للشباب. انتظرونا في قادم الحلقات مع قصص جديدة وملهمة في أمان الله.